في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي ننقل عدد لا نهائي من بيانات الموظفين او الطلاب بصورهم من شيت اكسل للانديزاين عشان تكون جاهزة للطباعة. هستأذنك تقلب الشاشة. ده برنامج الانديزاين وانا محضر فيه طبقتين، طبقة عبارة عن تمبلت للاي دي وفوقها مستطيل، واللي انا محضره عشان احط جواه صور الموظفين، وده شيت اكسل فيه اسم الموظف والتايتل بتاعه والاي دي والصورة. بس خلي بالك عشان الانديزاين يقدر يقرا الصورة ويفهم انها صورة مش نص، لازم الهيدر اللي فوق ده يكون مكتوب بالطريقة دي، ابوسترف اللي هي زرار الطه في لوحة المفاتيح، بعد كده ات واسمي اي اسم وليكن فوتو، وبالنسبة للصورة نفسها لازم اكتب سلاش بعد كده اسم الصورة بعد كده امتدادها. زي ما انتم شايفين انا مسمي الصورة رقم الاي دي بتاع الموظف، فجيت هنا في شيت الاكسل وحطيت قبله سلاش وبعد كده دوت جي بي جي اللي هو امتداد الصوره، وهروح بعد كده واحفظ الملف بصيغه سي اس في وادوس على سيف واتاكد ان انا قفلت شيت الاكسل بتاعي، واروح للانديزاين. هروح لقائمه ويندو واختار منها يوتيليتيز، بعد كده هختار داتا ميرج واروح للبانل دي في اقصى اليمين واختار منها سيلكت داتا سورس، واروح اختار شيت الاكسل وادوس على اوبن. هلاقي الهيدر ظهرت عندي، يبقى انا كده شغال صح. بعد كده هروح بكل بساطه واختار نص، ومست الانديزاين ان هو اسهل في الكتابه زي ما هنشوف، وممكن تحط فيه البيانات كلها في بوكس واحد. بعد كده هروح ادوس على نيم، هلاقيه ظهر عندي، بس ممكن كمان هنا اغير في التنسيق قبل ما اضيف بياناتي عن طريق ان انا هدوس كنترول مع تي، هتظهر لي البانل دي، ممكن هنا اغير فيها حجم الخط ونوعه، وبعد كده ممكن كمان اغير لونه، وبعد ما ظبطت تنسيقي ممكن اضيف بقيه بيانات. هروح ادوس على تايتل عشان اضيفها وغير اعداداتها لأول كابس عشان اخلي الحروف كلها كابيتال، واروح اكمل واضيف الاي دي، بعد كده كمان ممكن اوصل الخط، وعشان اضيف الصور هروح ادوس على المستطيل الابيض اللي انا عملته، بعد كده هروح اشاور على كلمه فوتو، واول ما ادوس عليها هلاحظ ان كلمه فوتو ظهرت بخط صغير فوق المستطيل. بعد كده هدوس على بريفيو وابدا اقلب في الاي ديز اللي عندي، وبعد ما راجعهم هروح ادوس هنا تاني واختار كرييت ميرج دوكيمنت واسيب الاعدادات زي ما هي وادوس على اوكي، وفي ثواني هلاقيه عمل كرييشن لكل الاي ديز اللي عندي. بعد كده هقول له اكسبورت از بي دي اف برنت وادوس على سيف، هيطلع لي البانل دي، هسيب الاعدادات زي ما هي وادوس على اكسبورت، هلاقيه في ثواني حضر لي بي دي اف فيها كل الاي ديز بتاعتي. وبس انا كده خلصت. ما تنساش تعمل سيف للبوست عشان ترجع له وقت ما تحتاجه، وشير عشان تفيد غيرك، ولايك وفولو عشان يوصلك كل جديد. سلام.